حضرتكم من المستقبل؟ نعم نعم أكيد. طيب كونكم من المستقبل، فيكم تخبرونا شو معقول يصير بسنة 2006؟ سنة 2006 بيكون بعده وعم بيمدد وبعدهم عم بيتفاوضوا على السلام. سنة 2006 كل مواطن بيطلع له نايب، هاريس فير بينزل على الانتخابات وبيسقط للمرة 13. سنة 2006 ما عاد في ولا واحد بالكتائب غير جورج سعادة. وصباح بتعمل ليفتنج جديد. سنة 2006 ماكدونالدز فتح بعطارد وبيبسي فاتت على الزهرة وفتحوا سوبر نايت كلوب بإيران. مايكل جاكسون بيعمل كونسير بالضاحية. سنة 2006 قد ما حفرت ببيروت سوليدير بتطلع من تاني ميل من الصين. بتصير تضرب العجقة من الدورة نهر الموت لأنطاكيا تركيا. سنة 2006 يوسف شاهين بيعمل المهاجر بارت 2 بطولة ريمو قدي. وبكون بعدني عم بقصة السلولار. سنة 2006 الال بي سي بيعملوا فيديو كليب على القمر المظبوط. وتالي الإباع عم يرجع يعرض أبو ملحم والدنيا هيك. وقتال صح النوم.